عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم وقبل ما نحكيه على الفضيحة السياسية بامتياز أو الوطنية بامتياز، ما تنسوش لايك اشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اليوم مش نحكيه على فضيحة مسؤول في الدولة يتربط في الحبس على خاطر 200 دينار. شوف واحد يكون يذل روحه ويحط المستوى متاعو. إلقاء القبض على مسؤول كبير بسبب سرقته لمبلغ 200 دينار تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة. إيقاف معتمد الفحص وأحد موظفي المعتمدية على خلفية شكاية تقدم بها سائق شاحنة لنقل البضائع قام بنقل معدات لفائدة المعتمدية. ووفق مصدر مسؤول بالجهة في أن سبب الإيقاف حسب المعطيات المتوفرة وجود فارق بقيمة تناهز 200 دينار في فاتورة خلاص مستحقات الشيكي في انتظار ما ستثبته الأبحاث والتحقيق في هذا الملف. والله برافو، حاجة مزينة أنه العدالة تتحرك بيتفي والقانون يتحرك بيتفي وتحس روحك في تونس بالرسمي العزيز الغالي اللي كان تقبل واللي احنا فرطنا فيها بدينا وبإرادتنا، ولكن إن شاء الله بإذن الله نسترجعوها وما عادش نغلطوا هالغلطة هذه. وما تنساوش الاشتراك، الدعم الدعم الدعم، بارتاج، وباي باي.